السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بزاف ديال الناس كيتواصلوا معايا من المتابعين من في يوتيوب وفيسبوك، كيتواصلوا معايا على ود لي كيت دي ديستريبيسيون، وبغيت نوريكم الاخوان في هذا الفيديو بالنسبه للكيت ديستريبيسيون اللي فيه اللي كتكون فيه لا بومبا. هو الشكل ديالو هو هذا الاخوان، بحال دابا هذا ديال واحد السيد غنصيفطوا ليه لمدينه مكناس، عنده فولكس فاغن توران. هذا الاخوان هذا الكيت فيه اللي كتبان لكم هنا 160، كتعني ان الكروه فيها 160 سنه، هي هذا الاخوان هنا ف 160 سنه، هي هذه ميدان جيرماني. كيفاش كيكون الكيت الاخوان الكبير هو هكا على هذا الشكل هذا، وكيكون الوسط ديالو كيكون هذا الكيت الصغير، هذا هو اللي كيكون هذا كتلقاه بوحدو، ولكن هذا ها لومبالاج كيفاش داير الكبير ديالو بالنسبه للناس اللي ما شايفينش الكيت اللي كيكون فيه لا بومبا او ديالو، يعني البومبات الماء. كتلقى ملي كتحل كتلقى هذا الكيت هذا فيه الكروة، هي هذه كونتينونتال، وكتلقى هاد لي طوندور بياس كاملين. دائما الاخوان كنوصيكم لي ميكانيسيان يبدلو ليكم كلشي، دائما في اي فيديو راه كنعاود التذكره الاخوان، لي ميكانيسيان يبدلوا لكم حتى هاد لي بيس، كلشي الاخوان يرجع جديد، ما تخليوش لي ميكانيسيان يخليو لكم لي بونون القديم يقول لك لا حقا راه هذاك الشيء راه اوريجينال، هادو هو حتى هذا راه اوريجينال، يقول لك راه ديال لا ميزون، كلشي الاخوان كيموت، كاين شي حاجه كتبقى هي هادي، ها لي طوندور، هادي فيها اربعه، كاين لي غالي وكاين لي طوندور الاخوان كتشوفو هنا، و لا بومبا هو هي هادي. هادي هي لا بومبا هو كتشوفو هنا، جروب فولكسفاغن اودي سيات سكودا فولكسفاغن. يلا الاخوان تبارك الله عليكم، اللي بغا يتواصل معايا الرقم ديالي هو 0661 05 05 46، وإلى اللقاء.